نحن بمدينة تازة، أحد الحافلات اللي سقطت أحد الحفار، طريق لم تمر عليها الشهر من الإصلاح، ها الإصلاح اللي كيوعدونا به. ها الإصلاح، ها مدينة تازة، الطرقات ما كاينينش. ها الطريق، هذه يعني طريق وطنيه، طريق الوطنيه رقم 6، هي الرابطه ما بين الشرق والغرب. ها كي داير، من سيحاسب على هذه الكارثه، التماسيح ام العفاريت؟ الركاب ازيد من ساعتين هم كينتظروا. يبقى ناقص كامل غير فرق احنا في هذا. شعلة وضع على واقع مزرين وعايش بهذه المدينة، عجب وجودها لا سي شعلة بشعرة عدو باك خافي كل شيء واضح الحال جرب لساني. حي الطرف تعمل الناس هذا علمات يوم الله رغم تقريبا